لا هو قال لك علاجه كده، هو قال لك علاجه، لا هو علاجه هو ما يفتيش، هو ما يفتيش، لازم اكشف واشوف. انا مريض عندي اعمل له اشعه، انا ازاي اقول ده عنده كذا جوه وانا ما دخلتش جوه؟ فلازم اكشف ليا وللعميل اشوف الحاله فعلا محتاجه كده. هو حتى لما مش محتاج بقى الدولي للترميمات، اول قناه عربيه متخصصه في اعمال الترميم. رغم من ان احنا هنا مش مشطبين، الا ان برضو في شروخ موجودة بتاع السياخ الحديد دي بتظهر المفروض في التشطيب بس، لكن هنا عشان شدة الصدأ اللي موجود، وهنا في صدف السلم بين صدأ الحديد وفي حتة سيخ صغير. عندنا دي عايزه تتهد بعد كده. طيب اما اللي هيبقى حاجه، لكن ده بيتقشر من تحت وتركب شبكه الحديد. ده غير كده كمان بقى هيتعمل لك بقى كاميرات هنا. كاميرات؟ ده كده كده مش حط، وانت بتشطب الفيلا هنا مش هتعمل سقف صوت؟ خلاص كاميرات تتعمل على القيمه اللي انت هتشطب عليها السقف. اللي انت هتشطب عليها الجيرسون مثلا. 20 سم ينفع 20 سم؟ 30 اقل حاجه. وانت القيمه كده كده الناقص هاخدها في المكسوب تحت يعني. طب البرج هيبقى حله ايه؟ انه برج الخارجي اللي هو بيبقى من فوق، ده علاجه من فوق. من فوق؟ لان الحديد مقلوب. متر نص، متر نص جوه صح؟ الله ينور عليك. الشعب المصري حفظها. لا ما الناس هتسمع، مش هنكذب على حضرتك. سالته 100 واحد. احنا جبنا ناس بصوا. بس احنا قلنا برضو نجيب اللي هو ايه حضرتك، بس ما شاء الله عامل شغل. هو الشوكه بتركب مره ونص بروز البلكونه. الاطراف كلها تتكسر. ده هندسيا. الاطراف كلها تتكسر. جميعا. انما ملوش اي علاج تاني يا باشمهندس؟ ملوش اي علاج تاني؟ نعم. ملوش اي علاج تاني؟ يعني توابير، تزريعه. هل في علاج بدل العمدان؟ لا. احنا نوقف السقف من غير عمدان؟ لا. هي دي طريقه الترميم. هو علم واحد. فما تغيرش فيه، لسه في جديد. في شرايح بقى بتركب دلوقتي اسمها شرايح كربون فايبر. بس غاليه جدا. المتر المتر 20 سم ب 6000 جنيه. عرضه 20 سم في متر ب 6000 جنيه. بس بنستخدمه فين بقى؟ لو احنا عندنا مثلا مش بقى ريبير، يعني مش حديد مصدي، لا احنا عندنا مستشفى وهنحط جهاز وزنه تقيل جدا على السقف ما ينفعش يتحط. فنيجي حاطين الشرايح الفايبر دي من تحت، الكربون فايبر دي من تحت عشان تشيل. بس دي مالهاش شغل اكتر من كده. وده اخر حاجه في علم الترميم في العالم كله. بس يعني لازم يكسروا البروز دي كلهم؟ لا ما بيكسرش. يعني اسف يتقشر الشوك. ويركب الشوك وليه طريقه، وليه ناس متخصصين في الترميم. طب يعني مش حداد ومش نجار؟ مش لما نشوف الحديد طب الاول؟ طيب. يعني انت عرفت ان الحديد بايظ؟ لا انا طب واللي جه قال لك ليه بناء على ايه؟ يعني الشخص اللي جه خد القرار وقال لك شوكه ومره ونص. لا هو قال لك علاجه كده، هو قال لك علاجه. لا هو يعني علاجه هو ما يفتيش. هو ما يفتيش، لازم اكشف واشوف. انا مريض عندي اعمل له اشعه، انا ازاي اقول ده عنده كذا جوه وانا ما دخلتش جوه؟ فلازم اكشف ليا وللعميل اشوف الحاله فعلا محتاجه كده. هو حتى لما مش محتاج بقى، يعني انت جبت ثلاثه مثلا ولا اتنين قبليه، انا الرابع بعديه مش هتجيب ليه بقى؟ لان انا هوريك. لكن انا بعد ما امشي ايه ده، هم كلهم جايين يقولوا لي كده؟ ده في واحد قال لي كذا في التليفون هتجيبه. واحد يجي يقول لك ركب قمر حديد بره، غلط. مفيش حاجه اسمها قمر حديد يركب. الخرسانه تتصلح بخرسانه، والحديد بحديد، والخشب بخشب. ماشي. خلينا لما نشوف بقى كده نسال موضوع التكلفه.